صافي سالينا صارت نمشي بقاي بعيده بالمترو صحيدي مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامج 5 5 5 5. يستضيف يوميا نجوم 5 5 على قناه ام بي سي 5. اليوم معنا نجم النجوم، نجم الراب المغربي البنج. البنج لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. شويه بخير بحال قلتي بخير زائد شويه. فاصل ونواصل. دابا الكونسيبت هي هذا البرنامج واخا غيصور قبل رمضان غيدوز في رمضان. عرفت فهمت اصاحبي صافي، ولكن غنقول ندير راسنا راه كنصوروا في رمضان. فوالا سي بون 3 2 1. سير بنج بارك عواشرك. الله يبارك فيك علينا وعليك. دابا كتشوف بانه مات لك الحوت. نمشي للدار نطل في الكواريوم ونقول لك اش واقع. المشكل اللي عندك مع مورو شناهو؟ كان واحد سوء تفاهم عبر الانترنت وسالا. فاصل ونواصل. واش ما عجبوكش الاسئله؟ لا مش مزيانين اصاحبي. علاش ما عجبونيش؟ لا حيت حسيتك ما مرتاحش. لا وانت هضر كيف ما بغيتي، خلي الحلقه غاده. يلا 3 2 1. ندوزو لفقره الجمهور ونسولو سي البنج بعض الاسئله او الاراء. شكون عنده شي سؤال للرابور البنج؟ تفضلي. انا مولوعه بفن الراب وكيعجبني بزاف الراب. بالحق ملي كنصنت الاغاني كنحس بهم بحال سواقيين شي شويه. واش زعما انت يعني كديرها عمدا ولا كيصدقوا هكاك؟ اش من اغاني سواقيين كتهضري عليهم؟ عطيني شي اغنيه جاتك سواقيه من الاغاني ديالي. واخا تقول لك سواقيه انت جاوب بطريقه. لا ما شوف، كاين واحد الطريقه ديال السؤال كيكون على كيتبنى على الجواب، فهمتيني؟ شكون عنده شي سؤال اخر سي البنج؟ تفضل. انا السؤال اللي عندي هو كيفاش وصلتي زعما لهاد الشهره هادي وهاد المجد اللي انت دابا حاس به بلا موهبه؟ لا ما طيحش بالفنان، ما طيحش واش الطريقه اللي كتهضر بها انت كتناسب شخص كيهضر مع فنان؟ فين هو فنان؟ فين هو فنان؟ عليك السؤال. الفنان ديالنا هو مراد العشابي. ما كنسولش دابا مراد. مراد راه تبارك الله عليه. انا السؤال لك انت يا زعما باش كتحس سي بون. عافاك الفقره ديال الجمهور سالات سي بون. هاد المره ملي بغي يسول شي واحد بشي طريقه خصو يحترم المقام اللي هو فيه، سينو كتبدا تفاقم الاوضاع. انت راك عارف ملي كتفاقم الاوضاع. واخا سي البنج كاين تعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي. أيه. كيتعلقوا، حنا جنا الناس اللي كيعلقوا باش يسولوك. لا انت عطيتي الفرصه لواحد الناس اللي كاينين في التعاليق الاجتماعيه يكونوا في الواقع، وعطيتي ودخلتيهم في واحد الكادر اللي كيفاش غنشرح لك؟ كوب كوب. عفاك ما قلتي والو، كتبان ضعيف قدام الجمهور. حلف بالله. طلعينا عليك الجمهور. لا لا ما مطلعيناش الجمهور. دخل شوف قرا الكومونتيرات. وانت هذا الجمهور ديالك اللي عزلتيه. ما كتعرف راسك كتغني. هادو راه شتي مهم ديسلايك. هاد الناس هادو شديتي الناس اللي دايره ديسلايك هزيتيها. نصوروا. صور 3 2 1. ما كتشوفش سي البنج انك اسأتي للراب المغربي؟ انت صوره غير مشرفه للراب. لا 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 تخربيق. شنو هذا برنامج ولا ما فهمتش؟ واش ما عجبكش الحال؟ ما دون المستوى باش نجيك من الاخر. ياك ما صدقتي راسك راك فنان، راك خدام بلوطوتين. فنانه كبار كتصنت لهم انت وكل شيء كيديروا لوطوتين. انا نتحداك دابا تغني قدام الناس مباشره. تحديتيني نغنيك؟ ما بغيتش نغني قدام الناس مباشره. انا جبت لك لوطوتين وانت تعصب. لوطوتين حيت عارف راسك ما عندك الصوت. شو باش نقول لك انا غادي للدار؟ نتحداك دابا تغني قدام الناس. لا ما نغنيش. يلا خويا يلا نكملوا. عافاك واخا تنكملوا مع المصيبه. غادي نسولوا المصيبه مراد تحترم النفسيه ديالك ولا ما تدويش في هذا المصطلح ديال الزنقه. لا غنهضر بمصطلح اللي بغيت انا، حيت انا اللي جيت هنايا ندمت تجيت، حيت لك ترشي معايا بالطريقه هذه نقدروا نوصلوا لشي حاجه ماشي هي هذيك. قال معايا مزيان وخلينا غاديين مزيان، الله يرضي عليك. مشيني التبايضيق ما عندنا ما نديروا، ما بغيناش نخسروا الهضره كنحتارموا الناس. واخا انا غنسالي معاك الطليه الكحله. عافاك الله يرحمك. سالي معايا انايا ما بقي ما بديناش اصاحبي، راه ديال البدايه راه مازال مراد احترم شويه ولا غادي نخرج باللايف ولا غنقلبوا هذا البيرو هذا وغتلقى راسك لتحت ورجلك الفوق. ومقبله وانا ضابط النفسيه ديالي وماشي ما بقاش من الشيم ديالي نصبر بزاف. نجيك من الاخر، علاش كتقلب مراد؟ خرج ليا من رون تكنيشان ونفاري. انا اللي كنسول. سول دابا كثرتي الهضره ندخلوا الضيف. مرحبا. شكون اللي كتوقع يكون ضيف هنا؟ غيكون شي واحد بغينا نشوفه كاملين. الا قلت لك شنو راي ديالك فاتي جمالي؟ ما كنعرفهاش شخصيا، والله يسهل عليها والله يزيدها في داك الشيء اللي كدير والله يكمل عليها بالخير. اش كدير هي؟ ما الصراحه ما عرفتش. درتيها براسك ما كتعرفهاش؟ كلشي كيعرفها. لا انا كنعرفها، فايت شفت التصاورات ديالها داك الشيء الفيديوهات طالع. يعني واحد الانسانه بيرسوناليتي بيبليك، يعني شخصيه عامه. فراسك كتغني وعندها الصوت احسن منك.
مزيان الله يكمل عليها بالخير. واش ما عرفتيش فاتي جمالي؟ وعرفتها صاحبي. علاش ما غنعرفهاش؟ علاش نكرتيها؟ ما فهمتش. كيفاش نكرتها مالي مجوج بها واش مسطي صاحبي ولا مالك؟ تكون شويه منطقي صاحبي في الاسئله ديالك. واخا يلا 3 دعاء. ضيف او ضيفه هذه الحلقه هي الممثله والمغنيه ملكه الجمال فاتي جمالي. مرحبا بك فاتي جمالي. مرحبا بك. نقول لك سلام مراد نهضر معاك سيتوبلي. سمحوا لي سمحوا لي. مراد واش منيتك؟ كيفاش منيتي مال؟ منيتك غير بيني وبينك هاد الثاني؟ شنو مالك؟ لا 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 جيت مع الطلاوي مي ما غاديش نجي ضيفة ثانية ديال سيدي. كيفاش ضيفة ثانية؟ لا أنا بغيت ندير ضيف المفاجأة ديال سيدي. ما تعرفوش ما نقدرش. وباش نحمو الطرح شعل العوافي مراد العشابي نسحبو فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي يتسمع وتزيد تشعل. عفاكروتوش مكياج فاتي جمالي؟ يلا 3 2 1. الضيفة المفاجأة ديال هاد الحلقة هي النجمة المتألقة فاتي جمالي. تفضلي فاتي جمالي. نجمة مغربية شابة تألقت مؤخرا في مجموعة من الأعمال. مرحبا بك. شكرا. مبارك عواشرك وإن شاء الله بالصحة والعافية. يخليك. معايا الرابر المغربي البنج. انتوما في دومين واحد. شنو شنو هي ديال الدومين؟ الدومين ديال الموسيقى. لا ماشي بحال السيدة كدير الموسيقى. كوب كوب عافاك. كدير الموسيقى. علاش أنت كدير الموسيقى؟ تريسيان أنا ما عرفتكش. قدمينا نفسك. يلا قلتي لي كنعرفها السي البنت منافق كبير. لا تغلطات لي مع واحد السيده كتغني حسن. واش جايبني يطلع عليا ولا شنو؟ تنطلع عليك اسانسور انت الله يهديك. خويا راه ما كنعرفكش علاش كضحك عليا؟ انت انا ما عرفتكش. لا حيت قلت الاداب. لا بغيت نضحك فين هو المشكل؟ لا صاحبي البنت والله الا عيقتي لها بالصح بالله. انت نعيق انا واش مريض ولا مالك؟ كيفاش غنعيق اصاحبي؟ انت جالس من الصباح انت كتدخل وتخرج عليا في الهضره شويه جيب لي هاد العيبه هادي ما فهمتش. شنو هاد العيبه؟ كندوي على هاد النبته هادي ما دويتش عليك. انت مرة كتعاطى مع مرة حشومة صاحبي. وانا كندوي على النبته. انا مرة ما تعاطيتش اصاحبي. انا كندوي على النبته. واش هاد النيف واش هذا فنان؟ ما فهمتش انا شنو النزال عندكم. انا والله تندمت تلاقيتكم. واش من نزال واش شمريض بوكس هذا ماشي واش شمريض من نزال يكون بين الراجل والاستاذة مسكينة. لا ما عرفتش انا شنو دخلك انت معاها ما فهمتش. كيفاش جايبك البنج كضيف مفاجأة ما فهمتش علاش غادي تخسر لي هادشي. لا انا هو الضيف وهي هي المفاجأة. ملي غادي تبغي تختار الضيوف ديالك عرفت تحط المستويات مع بعضياتها. ما تخلطش شعبان برمضان. شي مريضة ولا ما تقشي في راسك؟ راه انت تيق في راسك. لا بغيت نسول واش انت تيق في راسك؟ واش انت تيق في راسك؟ بزاف. وصافي البنج الله يرحم بك اصاحبي خلينا نكملوا هذه الحلقة. خويا البرنامج مستضفني فيه ما علمتينيش شكون هو الضيف ولا جيب هاد الضيفة اش غنستافدوا من الضيفة هذه. وانت اش غنستافدوا منك؟ اختي انا هو اللي مدور البرنامج. باش مدوره؟ زيف حياتي. الله يرحم لك الوالدين، والله الا والله الا ميعتي لي اقسم لك بالله الا كندوي لك. شوف الحلقه ديالك مزيانه هذه القضيه هذه. وسير شوف الحلقه وفهمتيني اللي وراك هذه الحلقه باش ديرها بحال ماك. مراد ما عندكش الحق تهضر معايا. انت عندك الحق تهضر معايا بحال هكا؟ البيرو هذا. اجمع راسك، اجمع راسك. فهمتيني ما عندنا ما نديرو بهذه اللعيبه هذه. صافي سالينا ساره ديال ضيفنا حنايا في برنامجنا غادي يكون حاصل. مراد ما عندكش الحق تهضر معايا. انت عندك الحق تهضر معايا بحال هكا؟ البيرو هذا. اجمع راسك، اجمع راسك. فهمتيني ما عندنا ما نديرو بهذه اللعيبه هذه. صافي سالينا ساره ديال نديرو بها. عطيني التليفون ديالي خليني نخرج بحال شي من هذا البلاطو هذا. علاش كضرب بلاطو علاش؟ علاش كضرب بلاطو؟ مراد لا علاش كضرب بلاطو؟ مراد لا علاش كضرب بلاطو؟ علاش هرس بلاطو؟ انا من قبيله وانا مبرد معك هادشي علاش؟ كان صحابك كضحك. لا ولكن علاش 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 انا علاش هرستي البلاطو دابا؟ محشوماش علاش هرسنا البلاطو؟ دابا انت ملي غنتحضر هاد المره نهز تليفوني وغتحبسني قبل منا اتصل بشي واحد كتعرفو في ليرجونس. صافي حيط طفي هاد قول لي فين غادي فين خطيح في مصيده باين. عطيني التليفون يخليني ندور. واش جيتي تلاج مع مرا؟ عطيني التليفون. علاش كدفع اصاحبي؟ علاش كدفع؟ علاش كدفع؟ علاش كدفع اصاحبي؟ علاش كدفع؟ ريح مرا ريح اصاحبي صافي ريح. انت بقاي بعيده بمتر ونص حيدي فحالاتك. ما تضربش كورونا مسافه الامان حيدي فحالاتك. مراد اخر مره تعيط لي بحالك. البنج اجي البنج تطلع مني البنج تطلق مني. الضيف ديالنا تعصب بزاف
وحلف لك كمل البرنامج. كان خاص ضروري مراد يقول لي بلي شارك معنا في برنامج طلعات وبلي كل شيء مفبرك باش يقيسوا درجة الصبر والتحمل ديالو والمسامحة مرة أخرى. صفقات على البال. البال الرابور والنجم المغربي البنج قصنا ليه درجة الصبر والتحمل ديالو. صبر لينا بزاف واخا أنا شخصيا كنعرفو قبيح وإلا ناض كترون يسمح لينا بزاف وماشي أنا اللي بغيت نقيس لك درجة التحمل ديالك. أول واحد هو الجمهور راه معانا. ثاني حاجة فاتي جمالي معانا وأنا شخصيا من أشد المعجبين ديال الفن ديال البنج وصاحبي وعزيز عليا وكنعتبره نجم النجوم في الراب. تحية البنج وسمح لينا بزاف.